ما قلت كأس العالم لم يقوم يقام في قطر؟ قلت خلاص. إيه ما يخالف كابتن، أنا شنو قلت؟ قلت أنا ما قلت ما أبيه أو يصير، قلت حلم حلم غير يقول ما في، لكن إحنا نطلب من الله ما يتحقق أحلامنا. ما حد حلم إلا أنت، ما حد قالها إلا أنت. لا أبو أنا هذا الواقع. أنا قاعد أقول لك كم واحد قال لي، وحين قال يقولها قطريا من قطريا وايد راح يعني قبل كأس العالم أسبوع ما حد قال لي حلمه، اليوم واحد قال لي حلمه، فالناس تقول أحلامها. فمو أنا أساسا ما قلت تفسير الحلم شنو، قلت والله يعني حلم، ما قلت الحلم يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. فسرت الحلم يعني مثلا كتفسير، فسرت حق نفسي. فأنا أقول التفسير هذا يقول كذي، لكن إحنا ما تبنى، هاي ربك سبحانه وتعالى. أنا عبد